مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. وياكم صيدلاني نجوان عبد الجبار، محاضره اليوم عن الاسيد بيس بالانس، وان شاء الله راح نشرحها. بالبدايه راح ناخذ مقدمه عن الموضوع وشنو اللي دا يصير بصوره طبيعيه، بعدين راح ناخذ الامراض اللي ممكن تسبب لنا اضطرابات بهذا البالانس الموجود داخل الجسم. نحكي بالبدايه مقدمه انه كل يوم داخل اجسامنا دا يصير اكيد انه احنا دا نتناول كميات من الطعام، واللي دا يصير انه هاي يصير لها كلها حرق، هذه على مود تنتج لنا الطاقه اللي نحتاجها حتى نقوم بالاكتيفيتيز اللي ضروريه بحياتنا كل يوم. بنفس الوقت من دا يصير حرق للطعام على مود ينتج لنا انرجي، نفس الوقت دا ينطينا ويست برودكت اللي هي مخلفات لهذه العمليات. هاي الويست برودكت اكيد لازم تنطرح خارج الجسم، لانه اذا تجمعت وما تخلصنا من عندها ممكن تكون توكسيك، يعني ممكن تكون سامه وتسبب لنا اضرار. هذا كله هو النورمال ميتابوليك بروسس، هي عمليات الايض الطبيعيه اللي تحدث داخل جسمنا داخل الخلايا. هذه تعطينا بنفس الوقت اللي تعطينا انرجي وتعطينا ويست برودكت تعطينا كميات من الاسيد. الاسيد اللي هو متمثل بالهيدروجين ايون، هذا ينتج ايضا عن طريق هاي الخلايا. اذا هذا الهيدروجين ايون ما صار له ريموفال، ما تخلصنا من عنده وصار له اكيوميليشن، اتجمع بالدم، هذا ممكن يسبب ارتفاع بالاسيديتي، ارتفاع بالحامضيه داخل الخلايا، فبالتالي ممكن يؤدي الى سيل ديث، هاي الخلايا ممكن تموت. فاحنا هنا راح نشوف انه هذا الاسيد اللي يتكون وينقل عن طريق الدم، الدم ياخذه وين؟ ياخذه للسايدز اوف اكسكريشن، يعني ياخذه للمواقع اللي راح ينطرح منها ويطلع خارج الجسم. الاسيديتي الحامضيه مال سوائل الجسم تنقاس بفد مقياس اللي هو نسميه البي اتش. البي اتش هو يتناسب عكسيا ويا لوغاريتم هيدروجين ايون كونسنتريشن. يعني شنو معناها من نقول يتناسب عكسيا؟ يعني من يكون البي اتش قليل، لو بي اتش، معناها الهيدروجين ايون كونسنتريشن دا يكون عالي. اذا احنا معناها كل ما الهيدروجين ايون كونسنتريشن يصعد البي اتش حتكون قليله، العلاقه عكسيه. هذا نسميها اسيدك سوليوشن، محاليل حامضيه، محاليل حامضيه. نرجع نعيد المحاليل الحامضيه اللي يكون بيها تركيز ايون الهيدروجين عالي، فبالتالي معناها البي اتش قليل. اذا كل ما يقل البي اتش كل ما دا تصعد عندي الحامضيه. بالعكس الالكالين سوليوشن اللي هي المحاليل القاعديه تكون البي اتش مالتها عالي، يعني شنو يكون تركيز ايون الهيدروجين؟ يكون قليل. بالحالة الطبيعية البي اتش مال البادي، بي اتش اللي بجسمنا وللسوائل الجسم، يكون منظم بصورة صحيحة، والإنزيمات اللي هي ضرورية لكل العمليات اللي تحدث داخل جسمنا كلها تحدث ببي اتش فاليو معينة. إذا هذا البي اتش مال الخلية أو مال الجسم يتغير راح يصير عندي disturbances، يعني راح يصير اضطراب بهذا التوازن بين الأسيد وبين البيس، بين الحامض والقاعدة، فتطلع عندي pathological symptoms، تطلع عندي أعراض مرضية إذا ما عالجناها حتى ممكن تؤدي إلى الوفاة. الميتابوليك باثوي اللي موجودة بالجسم اللي حكينا عليها واللي هي دا تساهم بانه تنتج لي هيدروجين ايون داخل الخلايا شنو تتضمن؟ احنا قلنا طبعا هي اصلا الميتابوليزم يصير على منو؟ يصير على الاغذيه، الطعام اللي احنا نتناوله يوميا، واحنا نعرف انه الاغذيه اللي نتناولها بها عناصر اساسيه، اما تكون بروتينات او تكون كربوهيدرات او تكون ليبيدز دهون او تكون سكريات، فبيها عده انواع. كل واحد من هذه الانواع الموجوده بالغذاء يشتغل على الجسم بطريقه معينه. فشنو هي الميتابوليك باثوي الرئيسيه اللي دا تشتغل على هذه الاغذيه واللي دا تساهم بانه تحرر لنا الهيدروجين ايون؟ اول شيء عندنا السلفر كونتيننج امينو اسيد، احماض امينيه تحتوي على السلفر اللي هو الكبريت. شو يصير لها؟ يصير لها اوكسيديشن، يصير لها تاكسد، تعطيني الناتج مالتها سلفيوريك اسيد واللي هو نوع من انواع الحوامض ويحتوي على الهيدروجين ايون. هاي اول شيء. اذا اول شيء اكسدت الاحماض الامينيه. الشيء الثاني البروتينات والدهون اللي تحتوي على الفوسفورس، فوسفورس كونتيننج بروتين اند ليبيد، هاي شو يصير لها؟ هيدروليسز، ونقصد بالهيدروليسز تحلل مائي. ايش تعطينا من يصير لها هيدروليسز؟ تعطينا الفوسفوريك اسيد H3PO4، يعني ايضا مصدر ثاني للهيدروجين ايون.
الثالث هو شنو؟ الثالث نتيجة الميتابوليزم مال الترايجليسيرايد اللي هي أيضا شكل من أشكال الدهون. إحنا الدهون أكو ترايجليسيرايد وأكو كوليسترول. الشكل مال الدهون اللي موجود بالأغذية هو أغلب الترايجليسيرايد. فهاي الترايجليسيرايد والكربوهيدرات من يصير لها ميتابوليزم تتحول إلى كيتو أسيد ولاكتيك أسيد، أيضا حوامض وأيضا مصدر للهيدروجين أيون. يوميا تقريبا تنتج من هاي العمليات 40 إلى 80 ملي مول من الحامض. ومنه أكثر واحد من الرئيسي من هاي الثلاثة ميتابوليك باثوي؟ الرئيسي هو الهيدروليسز مال البروتين. إذا من هو المصدر الرئيسي من دول الثلاثة، يعني أكثر واحد ينتج لنا هيدروجين أيون؟ هو البريك داون أوف دايتري بروتين، تكسر البروتين الموجود بالدايت، الغذاء اللي ناكله. حتى نحافظ على البي اتش مال الجسم عندنا بفرنج سيستم. البفر سيستم هو اللي يعادل الحموضة والقاعدية داخل الجسم. عندنا ثلاثة بفرنج سيستم، ثلاثة رئيسية. الأول هو البايكربونات سيستم، والثاني البروتينات اللي هو المين اللي بصورة أساسية الهيموغلوبين، والثالث هو الفوسفيت سيستم. هاي البفر سيستم مهمة لأنه هي تخلص الجسم من الهيدروجين أيون الزائد اللي أنتجت لنا إياه الخلايا واللي عرفنا مصادر إنتاجه. أول واحد هو البايكربونات بفرنج سيستم، أهم واحد من هذول الثلاثة لأن هو يشكل 3/4 البادي بفرنج كاباسيتي، يعني قدرة الجسم على معادلة الحامض والقاعدة تعتمد بصورة أساسية احنا قلنا على ثلاثة باثوي. الأساسي اللي يشكل تقريبا 3/4 هو البايكربونات سيستم. الهيدروجين أيون شلون طبعا راح البايكربونات سيستم يتخلص من الهيدروجين أيون؟ هنا موضحنا حتى بمعادلة انه هذا الهيدروجين أيون يتحد ويا البايكربونات أيون. بدنا نشوف بالمعادلة انه الهيدروجين أيون زائد HCO3 هذا هو البايكربونات أيون. الناتج راح يكون كربونيك أسيد، هذا حامض الكربونيك H2CO3، هذا يصير له ديسوشييت يعني يتحلل، يطينا الى ووتر اند كربون دايوكسيد، يتحلل الى H2O وCO2. هاي الخلايا بعض الخلايا تحتوي انزيم هو اسمه كربون انهيدرايز، هذا هو اللي يساعد بهذا الرياكشن. اذا من هو الانزيم المسؤول عن هذا الرياكشن؟ هو الكربون انهيدرايز. اذا عرفنا شنو شلون يشتغل البايكربونات سيستم ويخلصنا من الهيدروجين ايون الزائد. هذا الرياكشن درايفين تو ذا رايت، يعني شنو؟ يعني معناها الهيدروجين ايون اللي ينتج بالخلايا واللي يصير له بفر بالبايكربونات سيستم ينطينا كربون دايوكسيد ويقلل البايكربونات. نقول انه هذا يمشي الاتجاه اليمين، معناها بانه كل ما يزيد CO2 يقل البايكربونات ايون. Uncontrolled generation of hydrogen ion lead to high blood level of dissolved carbon dioxide and low level of bicarbonate. احنا قلنا كل ما دا يرتفع الهيدروجين ايون كل ما دا يزيد هذا التفاعل ويا البايكربونات ايون، وكل ما دا يزيد انتاج الكربون دايوكسيد. اذا كل ما يرتفع الهيدروجين كل ما دا يزيد الكربون دايوكسيد CO2، بس البايكربونات ايش بيها؟ دا تقل. اذا البايكربونات دا تقل والكربون دايوكسيد دا تزيد. هاي الميكانيزم اللي هي دا تسوي ريموفال للهيدروجين ايون حتى تحافظ على البلاد بي اتش. هسه راح يحكي على الكنترول اوف بي اتش. هذا الكنترول اوف بي اتش واللي حكينا عليها البفرنج سيستم وين دا تصير او منو مسؤول عنها؟ مسؤول عنها اعضاء اثنين بجسم الانسان، اللنكس الرئتين والكدني. بالحاله الطبيعيه الهيدروجين ايون اللي يكون مصدرا الاورجانيك اسيد، مصدر الاحماض الامينيه الاورجانيك اسيد اللي هي تجي من الطعام، هذا ريموفد باي ذا كدني انتو ذا يورين. منو اللي مسؤوله عن ازالته؟ الكلية عن طريق منه ويا الأدرار. والكربون دايوكسيد اللي ينتج من البريك داون مال كربونيك أسيد اللي حكينا عليه فوق، هذا من يسوي له إزالة؟ يسوي له إزالة الرئتين. طبعا هنا من المسؤول عن نقل الأسيد كويست برودكت من السايت اوف برودكشن للسايت مال اكسكريشن هو من هو؟ هو البلد. إذا فإحنا اللي دا يصير عندنا إنه الهيدروجين أيون دا ينتج داخل الخلايا، ورما ينتج داخل الخلايا حسب مصدره قسم من عنده يروح لللنج حتى تتخلص من عنده على شكل CO2، وقسم من عنده يروح للكدني حتى تتخلص من عنده عن طريق اليورين. المسؤول عن النقل مالته من مواقع انتاجه الى مواقع الطرح هو اكيد راح يكون الدم، هو اللي مسؤول.
these two excretory pathway form two component of acid base metabolism. يعني كل واحد راح نسميه باسم. الرئة راح نسميها respiratory component of acid base balance. يعني الرئة هي الجزء متمثل بالrespiratory component من هذا النظام. بينما راح تكون الكدني ايش نطلق عليها؟ نطلق عليها الميتابوليك كومبوننت من هذا النظام. الانتراكشن اند بالانس اوف ذيس تو سيستم ويتش كنترول ذا بي اتش. اكو توازن بين الاثنين، بين الريسبيراتوري كومبوننت متمثل بالرئتين وبين الميتابوليك كومبوننت متمثل بالكليتين. واذا صارت اي امراض تاثر على واحد من عندهم، على اللنج او على الكدني او على اثنيناتهم، فاكيد راح شنو؟ راح تاثر على التوازن بين الاسيد والبيس، فبالتالي راح تاثر على منو؟ راح تاثر على البي اتش، فاكيد راح يتحول من النورمال يصير عندنا ابنورمال. هسه راح نجي نحكي على كل واحد من عندهم بالتفصيل، الريسبيراتوري كومبوننت والميتابوليك كومبوننت. نبدا بالبدايه نحكي على الريسبيراتوري كومبوننت. الريسبيراتوري كومبوننت قلنا متمثل باللنج. شنو الطريقه اللي تتخلص من عندها اللنجز من الهيدروجين ايون؟ الطريقه هي الغاز اكسشينج، تبادل الغازات. احنا نعرف انه تبادل الغازات من ماخذيها من زمان، ونعرف انه تبادل الغازات يصير بالرئتين. اللي دا يصير شنو؟ انه الخلايا داخل جسم الانسان تعتمد على الاكسجين حتى تؤدي الوظائف الحيويه المطلوبه من عندها. منو اللي يجيب لها الاكسجين؟ اللي يجيب لها الاكسجين هو الدم. طبعا الاكسجين يكون بالدم بالذات، موجود وين بالتحديد؟ بالار بي سي، بكريات الدم الحمر. راح يكون وين موجود الاكسجين؟ مرتبط بالهيموغلوبين. اذا هنا هاي الخلايا تاخذ الاكسجين من كريات الدم الحمراء اللي يكون مرتبط بالهيموغلوبين، هذا نسميه الدم يكون مؤكسد. بالمقابل من تاخذ من كريات الدم الحمراء الاكسجين تنطيها كربون دايوكسيد. هذا الدم المؤكسد منين جابته الار بي سي؟ بالاصل جابته من الرئتين عن طريق التبادل الغازي. اذا تجي الار بي سي كريات الدم الحمراء للخلايا تحمل الاكسجين، تحمل هنا شنو؟ دم مؤكسد نسميه، يعني اكسجين تنطيه للخلايا. بنفس الوقت ايش تاخذ من الخلايا؟ تاخذ الكربون دايوكسيد. تاخذه وين توديه؟ تحول الدم من مؤكسد الى غير مؤكسد. كان اوكسجينيتد، نطت الاكسجين للخلايا، تحول الى دي اوكسجينيتد يحمل كربون دايوكسيد. يرجع وين يروح؟ يرجع يروح للرئتين، وهناك يرجع يصير التبادل الغازي، يرجع ياخذ الاكسجين يوديه للخلايا ويرجع الكربون دايوكسيد، وهكذا هاي العمليه يوميا تحصل باستمرار داخل جسم الانسان. فهو ده يحكي لنا يقول the lungs are responsible for gas exchange، تعطي الاكسجين للريد بلاد سيل وتتخلص من الكربون دايوكسيد. راح نشوف هنا بالمخطط شنو اللي ده يصير داخل اللنج. طبعا هنا ده يمثل لنا خطوتين. الخطوة الأولى ده تصير هنا داخل السيل، والخطوة الثانية وين ده تصير؟ بالألفيولاس. الألفيولاس اللي هي وين موجودة؟ باللنج، بالرئة. نجي نحكي بالبداية على الخطوة الأولى اللي هي ده تصير بالخلايا. هنا ده نلاحظ إنه هذا الهيموغلوبين. الهيموغلوبين HbO2، هذا HbO2 يعني شنو؟ يعني بالبداية راح يجينا مؤكسد. هذا الهيموغلوبين مرتبط ويا الO2، هذا هيموغلوبين مؤكسد. اللي راح يصير شنو؟ هذا الO2 راح يطلع من الRBC، وين يروح؟ يروح للخلايا. اللي راح يصير شنو؟ هنا الكربون دايوكسيد بالمقابل يطلع من الخلايا، وين يروح؟ يرجع يروح هنا للRBC. إذا هاي أول خطوة تقدرون تسوون هذا الشرح مال الريسبيراتوري كومبوننت ويا المخطط على شكل خطوات، كلش راح تكون سهلة وواضحة. أول خطوة تجي الار بي سي من اللنج تحمل الهيموغلوبين المؤكسد اللي هو HbO2. هذا الأكسجين يطلع من الهيموغلوبين من الار بي سي يروح للخلايا. بنفس الوقت شنو اللي راح يصير؟ راح ياخذ الكربون دايوكسيد اللي هو CO2. شو راح يصير له CO2 هنا؟ CO2 يتحد ويا الووتر. هنا دا نشوف CO2 يرتبط ويا H2O، هاي خطوة رقم 2. بمساعدة هنا عندنا انزيم اللي هو من هو هذا؟ كاربونيك انهايدريز. من راح يتحد ويا المي شنو راح تكون النتيجة مالته؟ النتيجة مالته باي كاربونيت ايون اللي هو HCO3
وهيدروجين ايون، هذا وهذا راح يكون عندنا بايكربونات وهيدروجين. اذا الخطوه الاولى تجي الدم مؤكسد يحمل هيموغلوبين مؤكسد من الرئتين الى الخلايا، يكون HbO2 هنا الدم مؤكسد. اول خطوه هذا الاكسجين ينفصل من الهيموغلوبين تطيل الخلايا. الخطوة الثانية الخلية تتخلص من الكربون دايوكسيد اللي هو راح يكون تبادل، أخذت الأوتو وتطي CO2 يدخل داخل الريد بلد سيل. الخطوة الثالثة هذا CO2 راح يرتبط ويا H2O كله داخل الريد بلد سيل ده نحكي، بمساعدة إنزيم اللي هو كربونيك أنهيدريز، تتكون بايكربونات أيون وهيدروجين أيون. هسه شنو مصير كل واحد من عندهم؟ الخطوة الرابعة البايكربونات أيون ده نشوف هنا راح يطلع خارج الار بي سي، بالمقابل منو يدخل؟ يدخل الكلورايد أيون. هاي الخطوة الرابعة البايكربونات أيون يطلع من الار بي سي يدخل بدال الكلورايد، لأن هنا لازم يكون أكو توازن حتى نحافظ على تعادل، أيون يطلع بالمقابل أيون يدخل بمكانه، طلع البايكربونات دخل الكلورايد أيون. بقى منه بس اللي ما نعرف مصيره الهيدروجين ايون. ايش راح يسوي الهيدروجين ايون؟ احنا قلنا الهيموغلوبين بالبدايه كان مرتبط باكسجين وانفصل عنه راح للخليه، من يقعد بمكانه؟ يقعد بمكان الهيدروجين ايون، تتحول الهيموغلوبين HbH، ارتبط الهيدروجين ايون ويا الهيموغلوبين. هسه صارت كريات الدم الحمراء حامله للهيموغلوبين غير المؤكسد، وبنفس الوقت حامله منه؟ حامله هنا قلنا CO2 اخذته. هسه هذا الدم اللي جابته من اللنج يجي عن طريق من؟ يجي عن طريق الارتريال بلد، يعني يجي بالشرايين بالدم مال الشرايين، بينما من يرجع يروح لللنج يروح عن طريق الفينس بلد اللي هو بداخل الأوردة بدم الأوردة. هسه شنو اللي راح يصير من وصل لللنج؟ راحت الار بي سي نبدي من هنا تحمل هيموغلوبين غير مؤكسد اللي هو هذا HbH موجب. هنا شنو اللي راح يصير؟ راح يصير التفاعل بالعكس، اللي راح يصير انه الO2 يجي من الالفيولاي يدخل وين؟ يرجع للار بي سي. هنا كله راح يصير بالعكس، الاكسجين من يجي من الالفيولاس اللي هي داخل الرئه يروح للاكسجين، ايش راح يصير؟ يوخر الهيدروجين ايون من الهيموغلوبين ويقعد بمكان الاكسجين، يرجع يتحول الى HbO2. إذا شنو أول خطوة أيضا نسويها على شكل خطوات ويا المخطط تصير كلش واضحة ومفهومة وما راح تنسوها. أول خطوة وصلت الـ RBC لللنج تحمل الهيموغلوبين غير المؤكسد اللي هو deoxygenated. أول خطوة راح تأخذ الأكسجين من الألفيولاس، تصير عملية التبادل الغازي. من أخذت الأكسجين بالبداية كان مرتبط بها هيدروجين، أيون الهيدروجين، الأكسجين يوخره ويرتبط بمكانه يرجع مؤكسد، يرجع HbO2. زين، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هذا الهيدروجين أيون شنو راح يكون مصيره؟ هنا الهيدروجين يتحد ويا البايكربونات، طبعا هناك من كانت بالسيل البايكربونات طلع والكلورايد دخل، يعني من راحة الار بي سي كانت تحمل أيون الكلورايد، من توصل هناك بالعكس يطلع الكلورايد ويدخل بداله البايكربونات أيون. هاي الخطوة الثانية. إذن الخطوة الأولى وصلت الار بي سي تحمل الهيموغلوبين دي اوكسجينيتد غير مؤكسد، وتحمل ايضا بداخلها الكلورايد ايون والبايكربونات طلع برا الار بي سي. الخطوه الاولى اخذت الاكسجين، ينفك الربط بين الهيدروجين ايون والهيموغلوبين، يقعد بمكان الاكسجين، رجع الهيموغلوبين مؤكسد، الهيدروجين ايون اتحرر، الكلورايد ايون اللي بداخل الار بي سي يطلع ويدخل البايكربونات ايون. هسه الخطوه الثالثه يتحد الهيدروجين ايون ويا البيكربونات بوجود الكربونيك انهيدريز، يعطينا شغلتين H2O وينطينا CO2. احنا اخذنا اكسجين نطلع CO2 لللنج، صارت عملية التبادل الغازي. هاي الخطوات ويا المخطط كلش راح توضح لكم اياها، اول خطوة بالسيل والثانية الخطوة راح تكون باللنج. هذا هو الريسبيراتوري كومبوننت. هسه رجعت كريات الدم الحمر تحمل شنو؟ دم مؤكسد، تنعاد العملية، ترجع تروح للخلايا تعطيها هذا الأكسجين وتأخذ من عدها أيون الهيدروجين، بنفس الوقت تأخذ من عدها الكربون دايوكسيد اللي دا يصير إنه البايكربونات من كانت بالخلايا يطلع ويدخل الكلورايد. العملية كلها تنعكس باللنج،
يرجع يتأكسد الهيموغلوبين وترجع تطرح الكربون دايوكسيد. طبعا الكربون دايوكسيد شلون راح يطلع من الالفيولوس؟ عن طريق الفنتيليشن، يعني ويا التنفس، ويا التنفس راح يطلع. هسه هذا الريسبيراتوري كومبوننت كله كملناه اللي هو متمثل باللنج. هسه نيجي نحكي على الميتابوليك كومبوننت واللي هو متمثل بالكدني، ايضا راح يكون عندنا هنا مخطط. اللي دا يصير بالكدني شنو؟ هنا طبعا الهيدروجين ايون ايضا راح يصير له اكسكريشن، لكن الكدني هي المكان اللي راح يصير به جنريشن للبايكربونيت ايون. يعني البايكربونيت ايون الموجود بالجسم وين يصير تصنيعه او وين يتولد؟ يتولد بالكدني. اللي دا يصير شنو؟ انه الدم يجي من كل انحاء الجسم، وين يروح؟ يروح للكدني. احنا نعرف انه الكدني هي اللي تصفي الدم من كل السموم والمواد الضاره اللي موجوده به، هي المسؤوله عن تصفيه الدم، واكيد الويست برودكت والمواد الضاره كلها راح تطلعها ويا اليورين ويا الادرار. فيجي الدم هنا للكدني حتى يتفلتر. وين يتفلتر؟ بيا جزء، لان احنا نعرف انه تتكون من اكثر من جزء. الجزء الاول هو الجلوماريولوس، ورا الجلوماريولوس راح تجي عندنا التيوبيولز. التيوبيولز راح يكون بها بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، عندنا بعدين لوب اوف هنلي، بعدين ديستال كونفوليوتد تيوبيول، واخر شيء حيكون عندنا الكولكتنج داكت. فاول جزء يعبر به الدم هو الجلوماريولوس، هنا تصير عمليه الفلتريشن. الناتج ورا ما يطلع من الجلوماريولوس اسميه جلوماريولر فلتريت، هذا ورا ما تصفى الصافي مالتها. هذا الفلتريت راح يكون يحتوي على شنو؟ يحتوي على سمول بروتينز، ويحتوي بنفس الوقت على ايونات مذابه، موجبه كاتيونز وسالبه انيونز. مثل شنو الايونات اللي راح يحتويها؟ الاسيد انيون اللي هي ايونات الاحماض مثل السلفيت والفوسفيت. هسه عبرت الجلوماريولوس وطلع عندي الناتج مال الفلتريشن اللي هو الجلوماريولر فلتريت، واللي قلنا يحتوي على مواد معينه. هسه وين راح يروح؟ يروح للكدني تيوبولر سيلز. هناك اكو انزيم اللي هو كاربونيك انهايدريز. نجي هسه على المخطط نشوف اللي راح يصير هنا بالبلد منو الكيدني تيوبولار سيل. شنو الخطوه الاولى اللي راح تصير بالكيدني تيوبولار سيل؟ عندنا انزيم اللي هو هذا الكربونيك انهايدريز هنا، هذا راح يساعد على اتحاد الكربون دايوكسيد ويا المي CO2. اذا هاي اول خطوه، CO2 زائد H2O تعطينا البايكربونيت ايون والهيدروجين ايون. الخطوه الثانيه هذا البايكربونيت ايون يطلع من الكيدني تيوبولار سيل، يرجع وين؟ يرجع بالبلد. فاذا هذا مكان تصنيع البايكربونيت ايون. بقى عندي الهيدروجين ايون، شلون راح اتخلص من عنده؟ حتى اتخلص من عنده عندي 3 باثوي، 3. اول باثوي احنا قلنا الاحماض الامينيه ممكن تكون هنا موجوده بالكيدني تيوبولار سيلز، مثل عندنا منو؟ مثل عندنا الجلوتامين، هذا امينو اسيد. الجلوتامين ينطينا NH3 اللي هي منين؟ الامونيا. طبعا هذا الجلوتامين هو C5H10N2O3، هذا الصيغه الكيميائيه مالته C5H10N2O3، فينطيني NH3 اللي هي هذه الامونيا. الامونيا اول باثوي هو تفاعل الهيدروجين ايون ويا الامونيا يتحول الى NH4 وينطرح ويا اليورين. الباثوي الثاني احنا قلنا انه هذا الجلوماريولار فلتريت يحتوي ايونات موجبه وايونات سالبه. من الايونات اللي يحتويها هو هذا NaHBO4. فاللي راح يصير شنو؟ انه الباثوي الثاني، الطريق الثاني، انه هذا الهيدروجين ايون يتحد ويا NaHBO4 يتحول الى NaH2PO4 وينطرح ويا اليورين. الباثوي الثالث شنو هو؟ الباثوي الثالث اللي يصير انه اكو هنا بامب. هذا البامب، بامب يعني شنو؟ يعني دا يصير بيه تبادل ايون ويا ايون ثاني. اللي دا يصير انه الهيدروجين ايون يطلع خارج التيوبولار سيل، يدخل بداله الصوديوم ايون. من يطلع هذا الهيدروجين ايون راح يلقي منو؟ يلقي البايكربونيت ايون، لان قلنا احنا راح يطلع يتفرق بالدم، ممكن يتحد وياه يتحول الى كربونيك اسيد، والكربونيك اسيد يرجع يتحلل الى CO2 و H2O ويطلع ويا من؟ يطلع ويا اليورين.
إذن الميتابوليك كومبوننت أيضا باختصار، الدم يجي يتفلتر بالجلوماريولاس يتحول إلى جلوماريولار فلتريت، يحتوي على أيونات موجبة وسالبة مثل أيونات الأحماض، ويحتوي على سمول بروتينز اللي يصير أول خطوة الـ CO2 يتحد ويا الـ H2O ينطينا البايكربونات أيون، وهذا يطلع خارج الكدني ويروح ويا البلد وينطيني الهيدروجين ايون. الهيدروجين ايون حيكون عندي ثلاث طرق حتى تخلص من عنده، اما يتفاعل ويا الامونيا يتحول الى NH4 او يتفاعل ويا ال NaHBO4 اللي هو ايون حامض يتحول الى NaH2BO4، او الثالث انه يصير تبادل بين الهيدروجين ايون والصوديوم، يطلع الهيدروجين ايون ويدخل الصوديوم وبعدين يتحد ويا البايكربونات يعطيني كربونيك اسيد، يرجع يتحلل الى كربون دايوكسيد وماء، وكلها تطلع ويا اليورين. هذا منه هذا الميتابوليك كومبوننت ايضا خلاص.